كما أعلن رئيس المركز الإشرافي القاضي الدكتور أحمد محمد الحمادي النتائج النهائية للانتخابات النيابية والبلدية بمحافظة المحرق، والتي أسفرت عن حسم نتيجة الانتخابات النيابية من الدورة الأولى في دائرتين من أصل 8 دوائر في محافظة المحرق، وهما الدائرة الرابعة والسادسة، فيما ستتم إعادة الانتخابات في 6 دوائر في المحافظة لعدم حصول أي من المترشحين على الأغلبية اللازمة للفوز في الجولة الأولى من الانتخابات. أما في الانتخابات البلدية فقد أسفرت نتيجة الاقتراع عن حسم الانتخابات من الدورة الأولى في 3 دوائر من أصل 8 دوائر في محافظة المحرق، وهي الثانية والسادسة والثامنة، فيما ستتم إعادة الانتخابات في 5 دوائر في المحافظة لعدم حصول أي من المترشحين على الأغلبية اللازمة للفوز في الجولة الأولى.